هز ارضيه شوف حوض السمك شوي يتحرك قاعد تهتز العماره كلها للحين. لا لا والله جد 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 يا جماعه العماره كلها قاعد تختفي.
على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أجزاء أرضية صارت تمام الساعة 9. اللهم صل على محمد وآل محمد. هزة عرضية قوية في لا تخافين بابا حبيبتي لا تخافين لا تخافين لا تخافين. هزة عرضية قوية في بغداد هاي مباشر هاي الاستيكات. هزة عرضية قوية جدا يعني شعرت فيها وبقوة. تعالوا طلعوا برا بابا لا يبقى بالبيت. هاي الناس كلها بالشارع حالة من الخوف. ونطلع ايوه شوف الزلزال تحركت. شوف الزلزال الساعة كم الحين؟ مجمع القيت مول وصار ضجة مثل ما شايفين الناس هروب كبير سكروا المحلات. كانت ال مستحيل تنزل. مو خفيفة خيي والله. شوف لو خفيفة ما احنا هني بالفنطاس بالعماير شيء لا تشوفه. العمارة اختبت اختبت. انا قاعد احتل اليوم 12-11. شوفوا هذا هز الارضية في العبدلي 2017 طبعا التاريخ. وهذه اثار الهز الارضية شمال شرق العبدلي. الحمد لله ما طحنا.